الله واستخدموا أسوأ لغة للتخوين. احنا رفضنا استخدام لغة التقسيم، لكن هم ما كانش عندهم الشجاعة ان هم يرفضوا استخدام لغة التخوين. ولقينا كبار هؤلاء النخب يقول لك اللي هيقول نعم خان دماء الثغار. اطلق مجلس الوزراء وثيقته، سمرنا وثيقة السني أو وثيقة المبادئ فوق الدستورية. هذه الوثيقة أستطيع أن أقول بثقة وجزم أنها وثيقة غير ديمقراطية، غير دستورية، غير علمية. من يتكلم باسم شعب مصر الحر؟ دكتور علي السلمي شكل لجنة لا نعرف أسمائها، وأنا أقول جهارنا جهارا بصوت تسمعه الآفاق، لا نائب رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء مجتمع بالإجماع يملك أن يضع أي مبادئ تشريعية. يعني إيه؟ أي مرجعية لازم تقطع لهذا الإعلان. طب إحنا مرجعيتنا الكتاب والسنة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولن نقبل عن الشريعة الإسلامية بديلا. مش بس كده، ولن يطمئن لنا جنب ولن تقر لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة غير منقص. نعم، ثورة 25 يناير حققت أهداف رئيسية من أجلها قامت الثورة. تم تنحيط حسن المرء ولبسنا حبيب العدلي البدلة الزرقاء. ولكن هل الثورة، هل هناك من يريد أن يبرر؟ نعم. هناك من يريد أن يسرقها؟ نعم. هناك من يريد أن يعيدها إلى الوراء مرة ثانية؟ نعم. هناك من يريد إعادة إنتاج نظام حسن المبارك؟ نعم. نفس الآليات، قانون طوارئ، تزوير انتخابات، قيود على حركة الأحزاب، اعتقالات زوار الفرد، غلق مكاتب القنوات الفضائية وأقربهم قناة الجزيرة 13 قناة ثانية أخرى، فقيود مفروضة. ثم نتحدث أن الثورة حققت أهدافها؟ لا، إن الثورة التي قامت بها الشعب المصري قامت من أجل عدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية. تناول على الثورة من الحكومة الحالية وبنقول لها تعالوا شوفنا، وبنقول لهم الشعب، لأنكم للأسف لأن كتير منكم جاي.